انت كيف المعاني عقل على هاد الحركات بزاف. انت خمسه بتحسب واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه وبتجي تشد عدد سته هذا كامل وهدف الثالث هدف الخامس هدف الرابع. هنا كندير ديك شوفي غير هاد الحركه نيتي اللي كنحركوها خمسه في سته في الكازان دار الكازان دابا نفس هادشي اللي شد. ثلاثة تسمع في الأولى هي في خمسة ستة ثلاثة عاوتاني في خمسة ديك الحركة اللي تبعتها تلعب عاوتاني ستة ثلاثة خمسة عند تسمع سمعتها يعني هذيك الحركة اللي نبعتها تولي تجري ستة ثلاثة خمسة طبقنا وهذيك الدخله الاخرى تجي لهاد الستة وتدير هنا شحال نحسب جوج اربعة ستة سبعة ثمانية تجي لها ثمن وترجع لخمسة وتجي ستة ونفس الوقت تدير عاود ثاني هنا ثمانية خمسة ستة ثمانية خمسة ستة فهمتي كتجي بحال هكا خنا. والاغنيه فين تبدا تبدا في الكاز الثالث تجي ترجع للكاز الثالث كتشد هادو بحال ما تجي وكتقفل بلا ماجور وهنا تقول ديك سمايا كل غيام وانا ضايع في سحاري طريقي كل رصام وانا ضايع في سحاري ومال الليل في صول مينور تنسى الثالث وهذا في الخامس وهذا في الرابع ومال الليل والعوام تنرجع فين كنا ومال الليل والعوام مال الليل بوحده هي ترجع ترجع سامر اما كلشي تنديرو هنايا في هاد لا ماجور شي اللي كاين